بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 188. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن ديات الأعضاء والمنافع، وفي هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن أحكام الشجاج وما يجب فيها، وعن كسر العظام وما يترتب عليه. فالشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذلك من الشج وهو القطع، لأنها تقطع الجلد. فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحاً لا شجة. وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى 10 أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. الأولى الحارصة، وهي التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً ولا تدميه، وتسمى القاشرة لأنها تقشر الجلد. الثانية البازلة، وهي التي يسيل منها دم يسير، وتسمى بالدامعة تشبيهاً بخروج الدمع من العين. الثالثة الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد. الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. الخامسة السمحاق، وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها. وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها. السادسة من الشجاج الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها 5 أبعرة لحديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة 5 من الإبل. السابعة الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، ويجب فيها 10 من الإبل، روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. الثامنة المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، ويجب فيها 15 من الإبل، للحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المنقلة 15 من الإبل. التاسعة المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. العاشرة الدامغة، وهي التي تخرق تلك الجلدة، ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة 3/3 الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة 3/3 الدية، والدامغة أبلغ فهي أولى، والغالب أن صاحب الدامغة لا يسلم، ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير. وفي الجراحة الجائفة 3/3 الدية لما في كتاب عمرو بن حزم، وفي الجائفة 3/3 الدية. قال الإمام الموفق رحمه الله، وهو قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي، والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل إلى باطن جوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة. وأما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان. وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة. ويجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبر مستقيما بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما 4 من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.
هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور، وما عداه من الجراح وكسر العظام كخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة، والحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثال ذلك لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، لأن الناقص بالتقويم 1 من 6 وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته. قال الموفق رحمه الله: الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس، الضلع والترقوتين والزندين، لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس لقضاء عمر انتهى. قال الفقهاء رحمهم الله: فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع، وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة، فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على 5 من الإبل، فما دونها من باب أولى. وإذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا، فإنه يقوم وقت جريان الدم، لأنه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ. أيها المستمعون الكرام، بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.